أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله، وألهمه نور الإيمان فزينه وجمله، وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله، ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله، ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله، ويكشف عنه ستره الذي أرسله، وأطلق بالحق مقوله، وأفصح بالشكر عما أولاه وخوله، من علم حصله ونطق سهله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله، ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله، وأسمى فضله وبين سبله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن قبله ما كبر الله عنده وهلله. أما بعد، إخواني الأعزاء، أخواتي الفاضلات، شبابنا الأكارم، القلب يمرض كما يمرض الجسد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. ولعل أمراض القلوب هي أسباب لأمراض الأجساد. ومن أخطر أمراض القلوب سوء الظن، وهو كالسرطان، يبدأ أحياناً بفكرة كشرارة نار، ثم بعد ذلك ينتشر ويصير
ويصير عادة، وتصير الشخصية سلبية، فالبدء يكون بسوء الظن بالناس إلى أن يسيء الظن بنفسه وبمن حوله وبأهله وبأولاده وبالكون وبالناس، ثم ينتهي والعياذ بالله به الأمر إلى سوء الظن بالله. ولذلك هو بداية الشرع قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وجاء بعدها التجسس والغيبة والحروب لتعارفوا في سورة الحجرات وهكذا. فلا تظن أن هذه الأفكار ليس الإنسان محاسب عليها، فهي خطيرة جدا. فاعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك أن تحدث نفسك بسيء الظن بأخيك، كما لا تحدث غيرك لا تحدث نفسك. فقالوا: هذه غيبة بالقلب. وما معنى الظن؟ هو عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء، يعني متأكد وجازم أن فلان هكذا. الحسن البصري رأى رجلا يصلي، جاءه الشيطان فقال له: هذا مرائم، يعني رياء يفعل هذا. قال: فمنعت بهذا الظن قيام الليل 6 أشهر حسب المرتبة بطلب العقوبة. أما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه، بل الشك كذلك، ما دام عندك شك وخاطر، لكن المنهي عنه أن يظن. والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. أولا نعرف ويقول لك هكا في داخله، هذا لم يتحدث، إذا تحدث كارثة، إذا فقدت اعتقد هكذا بيجيك الخاطر، واعتقدته وجزمته ولم تطرد هذه الفكرة صار إثما، فالقلب يأثم. ومن الأفكار الخاطئة الموجودة عندنا أن سوء الظن إثم عندما الإنسان يصرح، لا غلط. قال الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يعني ابتعد، لا تقترب أصلا، مباشرة لما يأتيك الخاطر تهرب منه، اجتنبوا كالخمر، اجتنبوا، لا تقرب منه، لا تجالسهم، لا تتكلم معهم. ها؟ كثيرا إن بعض الظن إثم. لماذا حرام سوء الظن؟ لماذا سوء الظن حرام؟ لأن الإنسان والعياذ بالله يريد أن يتبوأ مكان الله عز وجل، فيصير يحكم على أسرار القلوب، ولا يحكم على أسرار القلوب إلا علام الغيوب. فليس لك أن تعتقد في غيرك سوء إلا إذا انكشف لا ذلك بالعيان، بعيان لا يقبل التأويل، فعند ذلك لا يمكنك أن إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته. تقول فلان كذب هكذا في رأيك، في قلبي رأيته في موضع كذا، أما فلان كذاب فهذا من وساوس الشيطان. واضح أخواني؟ هذه إذا ما زاد عن الحقيقة فهو من وساوس الشيطان، فالشيطان يلقيه إليك، فينبغي لك أن تكذبه. لماذا؟ لأنه أفسق الفساق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلا يجوز تصديق إبليس. وإن استطعت أن تحمل ما رأيته على الخير فلا تحمله على الشر. قال الحارث المحاسبي رحمه الله، قال: احمي قلبك من سوء الظن بحسن التأويل. وذكروا حادثة جميلة
وذكر لي أحد الإخوة بعد الخطبة الأولى حادثة كذلك جميلة. قالوا طيب إذا رأيت أو استكنه أحد أي شم رائحة، رائحة تخرج من الفم، شم رائحة خمر، ماذا تقول؟ قال تقول ربما قد تمضمض بالخمر ومجه، وربما أكره على شرب الخمر. قالوا واحد مات في خمارة، واحد مات في المسجد، أو واحد مات في علبة ليلية، واحد مات في المسجد. فلما تأكدوا قال هذا ذهب للدعوة في علبة الليل يدعو الناس، والآخر جاء للمسجد ليسرق. فالأحكام على الناس كيف تحكم على الناس؟ فتقول هذا تمضمض بالخمر ومجه، أو ربما أكرهوه على شرب الخمر. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل ربما، يعني هذا آخر الداء الكي وهك. وسبحان الله نحن نحقر هذا الظن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه في الحديث الصحيح قال إن الله اسمع حرم من المسلم دمه، شوف دمه وماله وأن يظن به السوء. شوف كيف جمع الفكرة هذه الحقيرة مع الدم والمال. فإذا يجب أن تدفع عنك وساوس سوء الظن، وأن تقرر عندك أن حال أخيك مستور، وأن تحمل ما رأيته على الخير. طيب كيف تدرك أن الظن تحول إلى عقد وحكم جازم وليس بحديث نفس؟ قال أمارة عقد سوء الظن أن يتخير قلبك معه. جيك الفكرة بعد ذلك قلبك يتغير، تراه بنظرة أخرى سلبية، وجهك فاهر مثال وهكذا. وينفر عنه نفورا ما، ينفر عنه يبتعد عنه، مو حدثه ولا سمعه ولا رآه ولا شك، ويستثقله ويفتر عن مراعاته، يولي ثقيل عنده وما عادش كيما قبل لك اللعب وكل فديك وما عادش. وعن تفقده وإكرامه والاغتمام بسببه، فهذه أمارات عقد الظن وتحققه. أما بالجوارح فبالعمل بموجبه. ولكن انتبهوا أخواني الأعزاء، الشيطان يأتيك يقول لك، يأتيك بوسوسة خطيرة يلقيها فيك فيقول سوء الظن هذا هو بسبب فطنتك وذكائك وفهمك، بل وهذا بنور قذفه الله في قلبك، والمؤمن يرى بنور الله، فأنت أطلعك الله على هذا العيب فيه. وفي الحقيقة هو ناظر بغرور الشيطان وظلمته. طيب الحل ماذا؟ جاءك خاطر فلان والله ما عجبنيش، ولا شوف كيفاش، ولا هكذا، تأتي للإنسان شكوك مباشرة، ماذا تفعل؟ تخدمه، تحترمه، تراعيه، تقدم إليه خدمة نكاية في من؟ في إبليس، أو تدعو له. كل ما خطر لك فكرة سلبية حول إنسان أدعو له بالخير، الشيطان سيتجنبك بعد هذا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، قل هذا كلما وسوست له بسوء الظن تذكر ودعا لأخيه وخدمه، لن وسوس له مرة أخرى، اتشعفوا. طيب إذا تبين لك أن الإنسان فعل وفعل ماذا تفعل؟ أولا يجب عليك أن تعظه، ألا تعظه وأنت مسرور منتفش كالواعظ الذي يؤذي الناس، لا، تعظه وأنت حزين وتتمنى أنه لو اتعظ بغيرك، فلا تنظر إليه بعين الاستحقار وهو ينظر إليك بعين التعظيم،
ونيتك تكون أن تخلصه من الإثم، وتحزن عليه كما تحزن على نفسك إذا داخلها نقصان ما. كلنا خطأ، فالإنسان يضع نفسه مكان الآخر ويفكر في عيوبه. إذا رأى عيبا عند الناس يتذكر عيوبه ويحافظ على أفكاره من حسن من سوء الظن. فحياتنا هي أفكارنا، فحياتنا هي الأفكار التي تختلج بصدورنا في هذه الحياة. فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هذا المرض الخطير، وأن يعافينا، وأن يرزقنا التفكير الإيجابي حول الناس، وأن يجنبنا سوء الظن والأحكام المقولبة والجاهزة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. Thank you.